Hello everybody, today we will talk about living without electricity, الحياة بدون الكهرباء. أخذنا قبل كده إن الفوسيل فيولز يعني الوقود الحفري such as natural gas and oil زي النفط والغاز الطبيعي are non-renewable energy resources يعني طاقة غير متجددة من مصادر الطاقة الغير متجددة لأنها بتحتاج إلى ملايين السنين علشان تتكون which are used in generating electricity اللي بيتم استخدامها في توليد الكهرباء. Recently renewable energy resources such as wind and water مؤخرا بدأوا يستخدموا الطاقة مصادر الطاقة المتجددة زي الرياح والمية هايدرو باور اللي هي القوة المائية are also used to generate electricity بدأوا يستخدموها بدلا من الفوسيل فيول عشان يعملوا بيها توليد للكهرباء وفي نفس الوقت دي تعتبر طاقة متجددة الرياح على طول موجودة والمية على طول موجودة. Whatever the resource of energy is renewable or non-renewable energy حتى لو كانت مصادر الطاقة دي سواء متجددة أو غير متجددة we should conserve the energy through many ways لازم نحافظ على الطاقة دي بطرق مختلفة. أول حاجة turning off lights when they are not needed نقفل الأنوار إذا كنا مش محتاجينها. تاني حاجة unplugging electrical devices ما نحطش الكهرباء when they are not used اللي احنا مش بنستخدمها يعني اذا مش بنستخدم اي جهاز ممكن نشيل الفيشة بتاعته مش لازم تفضل في الكهرباء حتى لو هو مقفول. عايزين نتخيل كده لو انت عندك واجب مهم جدا لازم تخلصه والكهرباء قطعت تعمل ايه علشان تخلص الواجب اللي عندك. اول حاجة using candles instead of electric lamps يعني ممكن نستخدم الشمع بدلا من اللمبة. تاني حاجة عندنا writing with a pen and paper instead of using a computer يعني ممكن نستخدم الورقة والقلم بدلا من الكمبيوتر لان طبعا الكهرباء قطعة والكمبيوتر بيحتاج الى كهرباء. ومع المثال البسيط ده احنا كده بنعرف ان electrical energy is very important in our lives and we should conserve it ان الكهرباء كده ضرورية جدا لحياتنا وان احنا لازم نحافظ عليها. عندنا ثلاث صور وعايزين نشوف who conserve electricity. اول صورة عندنا الصورة دي بتبين ان التلاجة مفتوحة هل كده هو conserve ولا waste electricity؟ طبعا waste electricity. تاني صورة عندنا طفل بيذاكر على لمبة مكتب طبعا conserve electricity هو بيحافظ كده على الكهرباء. تالت صورة عندنا ان احنا لما نقفل التلفزيون واحنا مش بنستخدمه طبعا دي conserve electricity كده احنا بنحافظ على الكهرباء. احنا قلنا قبل كده ان فوسيل فيول اللي هو الوقود الحفري اللي هو عبارة عن اويل اللي هو النفط كول الفحم and natural gas والغاز الطبيعي. هنشوف استخدام كل واحد منهم. اول حاجة using gasoline and natural gas to operate cars عندنا استخدام البنزين والغاز الطبيعي عشان يشغل العربيات. في عندنا عربيات بتشتغل بالبنزين وعربيات تشتغل بالغاز الطبيعي. تاني حاجة using oil, coal and natural gas to generate electricity بنستخدم النفط والفحم والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. عرفنا ليه لازم نحافظ على الكهرباء لان طبعا فوسيل فيول قلنا ان هو وقود حفري بيحتاج الى ملايين السنين علشان يتكون وده معناه ان هو مع استخدامنا واستهلاكنا لل المصادر الطاقة الغير متجددة هيؤدي في وقت من الأوقات إلى نفاذها. علشان كده بيتم الاعتماد على renewable energy resources على مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بالإضافة إلى الحفاظ عليها من النفاذ. في درسنا النهاردة هنتكلم how fossil fuel can be used to generate electricity إزاي بنستخدم الوقود الحفري لتوليد الكهرباء which is used to light homes لتشغيل الأنوار في بيوتنا. How fossil fuel is used to produce electricity إزاي بيستخدم الوقود الحفري عشان ينتج لنا الكهرباء. وهنشوف من أول خطوة إلى آخر خطوة من الحاجات اللي بتحصل داخل محطات الطاقة الكهربية من أول حرق الفحم
إلى إزاي الطاقة بتوصل لنا وبتدخل في البيوت. هنشوف إزاي بيتم الكلام دوت في خطوات. To generate electricity لتوليد الكهرباء, fossil fuel is burned in the electrical power station, power plants. يعني بيتم حرق الوقود الحفري دوت داخل محطات الطاقة الكهربية. ومدام قلنا fuel is burned يعني الفيول ممكن يكون كول فحم أو natural gas غاز طبيعي أو oil نفط. تاني خطوة عندنا إن في مياه بتكون محطوطة في خزانات وبتمشي في أنابيب, ونتيجة حرق الوقود بيتم تسخين المياه. فتاني خطوة عندنا بعد ما بنسخن المياه steam rises يعني بيطلع لنا بخار يرتفع إلى أعلى. البخار الناتج دوت steam turns a turbine بيعمل تدوير للتوربين. رابع خطوة عندنا turbine turns a generator, لما بيشتغل التوربين دوت بيحرك ويشغل المولد. خامس خطوة وآخر خطوة electrical energy is transferred to homes, الطاقة الكهربية بتنتقل إلى البيوت. هنقول تاني إزاي بيتم توليد الكهرباء in electric power station في محطات الطاقة الكهربية. أول حاجة عندنا fuel is burned, بيتم حرق الوقود. When fuel is burned, لما بنحرق الوقود it produces thermal energy, طاقة حرارية بتتكون. تاني خطوة عندنا steam rises, بيرتفع البخار إلى أعلى. This thermal energy is used to heat water to make steam. الطاقة الحرارية اللي نتجت من حرق الوقود سخنت المية وأنتجت لنا بخار. تالت خطوة عندنا steam turns a turbine, البخار بيدور وبيشغل التوربين. The steam is directed through pipes, بيتجه البخار دوت في خلال أنابيب. And used to turn a device called turbine, وبيشغل جهاز اسمه توربين. رابع خطوة عندنا turbine turns a generator, التوربين بيشغل المولد. The movement of the turbine produce kinetic energy, حركة التوربين بتنتج لنا طاقة حركية. Which is used to operate a generator, اللي بتستخدم عشان تشغل المولد. When the generator is turned on, لما بيشتغل المولد it converts the kinetic energy into electrical energy, بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. آخر خطوة عندنا electrical energy is transferred to homes, طاقة كهربية بتنتقل إلى البيوت. Finally, the electrical energy is transferred through wires to homes, الطاقة الكهربية في النهاية بتنتقل إلى البيوت من خلال أسلاك, to operate different devices, عشان تشغل الأجهزة المختلفة. في النهاية عرفنا ان الكهرباء اهمية كبيرة جدا في حياتنا, لاننا ما نقدرش نستغنى عنها. فاحنا مش بنستخدم الكهرباء عشان نشغل الاجهزة فقط وننور البيوت, ولكن بدون الكهرباء مش هنعرف الوقت وهنفضل عايشين في ظلام, ومش هيكون عندنا علاج للمرضى, ولا هنعرف نستخدمها في كل حاجة ضرورية, ولا هيكون في وسائل مواصلات ولا نقل ولا وسائل اتصال. فبدون الكهرباء الحياة هتكون صعبة, لذلك لازم ان احنا نحافظ عليها من الاهدار ونستخدمها بحرص. واي حاجة مش بنستخدمها لازم نقفلها عشان نقدر نحافظ على الكهرباء ونقلل من اهدارها. وصلنا لنهاية درسنا النهاردة, يا رب يكون بقى سهل وبسيط بالنسبة لكم. Thank you for your watching and goodbye.